طيب هنبتدي بقى نشتغل او نبتدي نكمل الشكل بتاعي. هبتدي اول حاجة اشوف، انا هبتدي مثلا بالسايد، فانا عايزة ارسم السايد. احنا قلنا ان الانجل اللي عندي الزرقاء دي شكلها هيظهر هنا بشكل الانجل العادي بتاعها. طيب هاجي من هنا واروح رسمة الانجل بتاعتي بشكلها العادي من النقطة دي بدايتي اللي هو الخط ده، واطلع من هنا 80 وامشي من هنا 8 وانزل من هنا 8 واقطع مع الخط ده، يبقى دي الانجل الاولانيه بتاعتي اللي هي بالمنظر ده. طيب الانجل الحمراء هتظهر لي بالمنظر ده، الانجل دي هتظهر لي بالمنظر ده. طب انا علشان ارسمها كده هاجي بدايتي فين؟ بدايتي من هنا، وبدايتي اساسا كانت على الخط ده، يبقى انا بدايتي هتبقى من هنا، فهمشي من هنا مسافه 70 وهطلع من هنا المسافه بتاعه الشكل بتاعي كله اللي هو الحد فوق هنا، وامشي بمسافة السبعة وانزل بيها بخط كده، يبقى ادي 70. ومن هنا هعمل خط السكنس بتاع 70، وخلي بالك ان خط السكنس ده المفروض يبقى اقل من خط السكنس ده شوية. طيب رسمت الانجل التانية بالمنظر بتاعها عندي، بقيلي ايه؟ بقيلي البليت، الجاسد بليت اللي احنا قلنا ان هو هيترسم بالسكنس بتاعه ده. طيب هو هيترسم فين بقى؟ المفروض ان هو البليت ده وظيفته ان هو يربط لي الانجل دي بالانجل دي، واحنا عارفين ان هو من هنا هو مرسوم داش ومن هنا مرسوم داش، يبقى المفروض ان هو هيبقى ورا الانجلز دي. طيب يبقى انا علشان ارسمه وارسمه وراهم، انا بدايتي فين؟ بدايتي من هنا، يبقى بدايتي من هنا همشي الثيكنس اللي هو العشرة ملي، وبدايتي من هنا نهايتي قصدي هنا، فيبقى همشي العشرة ملي دي كمان واروح عامله الخط ده، وخلي بالي ان في حتة فراغ هنا متسابة ما بين الانجل دي والانجل دي. ايه حتة الفراغ دي؟ حتة الفراغ دي احنا بنسيبها علشان ما ينفعش الزق قطعين حديد في بعض وانا مش ربطاهم ببعض، انا مش ربطة الانجل دي بالانجل دي، لا انا ربطة الانجل دي بالبليت ده وربطة الانجل دي بالبليت ده، فبسيب مسافة فاضية كده ما بين القطعين علشان ده حديد فالحديد بيتمدد، فبسيب مسافة علشان ما سيبش فرصة ان يحصل فراكشن ما بينهم او يحصل احتكاك ما بينهم. تمام. اخر حاجه باقيه في الجاسد بليت، الحاجه المهمه قوي اللي احنا قلنا عليها، الكسره بتاعه الجاسد بليت اللي هي دي اللي هي المفروض هتبقى مع الخط من هنا، فيبقى انا هاجي اعمل من هنا كسره الجاسد بليت ده، يبقى انا كده عملت الشكل بتاعي في السايد فيو. طيب باقي لي ان انا اعمل الشكل بتاعي في الاليفيجن في البلان. طيب هنيجي برضو بنفس الفكرة اللي احنا رسمناه هنا في البلين، شكله عامل ازاي؟ انا اول حاجة عندي الانجل دي اللي هي الانجل دي ظهرت تحت ازاي؟ مستطيل بالتمانية والتمانين، فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل من هنا مستطيل بالطول بتاع الانجل اللي هو مديهوني اللي هو المية ده، ومن هنا هعمله بالسكنس اللي هو التمانين، ادي السكنس التمانية وادي السكنس من اول هنا لحد هنا دي التمانين. طيب ده اول انجل. طب الانجل الثانية اللي هي الانجل الحمراء دي المفروض ان هي شكلها تحت هيظهر ازاي؟ هيظهر تحت بشكل الانجل العادي. طيب انا هاجي ارسمها بشكل الانجل العادي، بدايتي نقطتي بداية البداية اهي، ادي 70 وامشي كده، اخلي بالي ان 70 اقل من التمانين، يبقى في حتة فراغ كده هتبقى باينة، ومن هنا دي نهايتي، يبقى ادي السبعين الناحية التانية، وخلي بالي ان انا السكنس ده سبعة، فهيبقى مفارق حاجة بسيطة جدا عن السكنس بتاع التمانية، امشي بيه كده وامشي بيه كده، يبقى ده سكنس سبعة ده سكنس سبعة، المسافة دي 70 والمسافة دي 70، يبقى انا كده رسمت الانجل التانية. طيب البليت، البليت نفس الكلام، البليت من تحت هيظهر مستطيل بالسكنس اللي هو العشرة ملي. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هاجي ارسم البليت ده وهرسمه من هنا وراهم لانه باين داش، يبقى هيترسم وراهم، يبقى من هنا هاجي ارسم مستطيل بالسكنس اللي هو العشرة ملي، ونهايتي عند نهاية البليت من هنا، يبقى ادي النهاية، الحتة دي كانت خط بعمله للدايمنشن مش خط، ادي السكنس بتاع الجاسد بليت، والكسرة بتاعتي بادية من اول الحرف ال ده، يبقى انا هاجي من هنا واعمل الكسرة التانية دي، يبقى انا كده رسمت البليت التاني. طيب كده انا خلصت البلان وخلصت السايد كشكل.
طيب لو انا عايزة بقى اكمل المسامير، المسامير عندي حاجة مهمة جدا هي اللي بتربط لي الشكل ببعض. طيب انا المسامير دي هقسمها ازاي او هتترص ازاي؟ هو المسامير دي بتتحسب وليها ديزاين، وليها الديزاين للمسافات اللي بتتحط عليها، بس احنا هناخدها بشكل تقريبي شوية لان احنا مش هنعمل الكلام ده طبعا. فاحنا بس محتاجين عايزة اعرف عدد المسامير وهتترص على مسافة كام. فعندي مثلا بالنسبة للمسامير دي 1 2 3 4، والمسافة اللي هتترص عليها اللي هي المسافة 100 ناقص 40 اللي هي مسافة 60. طيب يبقى انا عايزة ارص 4 مسامير في المسافة دي اللي هي 60. فهاجي اعمل ايه؟ انا خلاص عندي المسافة، انا هرص على ده، عايزة ارص جواه 4 مسامير وهو مسافة 60. هاجي احسب مسافة ال اللي هي هتساوي ايه؟ اللي هي هتساوي الستين دي على 4. الستين دي على 4 هتديني كام؟ 15. فانا هاجي اعمل ايه؟ هسيب من هنا، من بدايتي هنا لهنا نص ال، ومن بدايتي هنا لهنا نص ال، ويبقى ده اول مسمار وده اخر مسمار، وفي النص هسيب مسافة ال وهسيب مسافة ال. يبقى احط هنا اسيب مسافة ال هنا ومسافة ال هنا ومسافة ال هنا، يبقى دي 1 2 3، واللي النص من هنا والنص من هنا ده عمل لي الـ4. يبقى انا بقسم المسافة اللي عندي على عدد المسامير اللي عندي، اداني رقم، الرقم ده بسيب نصه من بداية الانجل او بداية اي حاجة هربط فيها، نصه من البداية ونصه من النهاية، وفي النص مسافات متساوية ما بينهم ال وال وال. طيب يبقى انا على الرسمه دي هاجي من هنا اقول ان دي نص ال، من هنا لهنا ال، من هنا لهنا ال، من هنا لهنا ال، ومن هنا لهنا نص ال. نفس الكلام هرجع اعيده تاني على الجزء ده، هشوف المسافه اللي عندي دي مسافه قد ايه، المسافه اللي هي بس بتاعه الانجل الحمراء دي هشوف المسافه دي قد ايه، وابتدي اقسمها على 3، ويبقى عندي هنا نص ال وهنا نص ال وهنا مسافه ال وهنا مسافه ال. يبقى انا كده هعرف ارص المسامير هنا. طيب بعد ما برص المسامير في الاليفيجن ببتدي اجيب لها المساقط بتاعتها. طب المساقط بتاعت المسامير دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن خطوط. انت لما هتبص للمسمار ده، هو المسمار ده رابط الانجل الزرقاء دي بالبليت الاخضر ده، فيبقى انا هلاقي المسمار ده خط واصل كده ما بين معدي السمك بتاع الانجل دي ومعدي السمك بتاع البليت عشان يربط الاتنين ببعض. نفس الكلام هنزل من هنا بخط عمودي كده، يبقى ده رابط الانجل دي بالبليد ده، من هنا نفس الكلام، من هنا نفس الكلام. طب لما اجي ابص عليهم هنا هلاقيهم كلهم على صف واحد، فهلاقيهم كلهم عاملين خط واحد بس كده هو اللي رابط الانجل دي بالبليد ده، تمام. نفس الكلام هعمله بالنسبة للتلاتة دول، النقطة دي او المسمار ده هيظهر لي هنا خط رابط ما بين سكنس الانجل دي وما بين البليد ده. نفس الكلام بالنسبة لهنا هلاقي الخط ده، نفس الكلام بالنسبة لهنا هلاقي الخط ده. التلاتة دول لما هيجي ينزلوا تحت هينزلوا لوحدهم خط واحد، الخط ده هو بتاع التلات مسامير دول فوق بعض، هما باين لما هاجي ابص لهم من فوق هشوفهم مترصصين فوق بعض كده، فانا بالنسبه لي هيبقوا عباره عن خط واحد. يبقى ده كده البلان كامل وده كده السايد كامل. اخر حاجه احنا المفروض ان احنا بنعملها هو التهشير، بس هاجي اسال نفسي هل هنا في اي حاجه محتاجه تهشير ولا لا؟ احنا اتفقنا قبل كده ان اي حاجة بتحتاج تهشير بتبقى مقطوعة. هل انا عندي حاجة هنا فيها قطع ولا معايا كل الحاجات بالاطوال بتاعتها؟ لو جيت بصيت هلاقي ان انا معايا الطول 100 بتاع الانجل دي، ومعايا الطول ده بتاع الانجل الحمراء اللي هو 100 ناقص المسافة بتاعت 80 ملي بتاعت الانجل الزرقاء دي. طيب ونفس الكلام هلاقي ان البليد بتاعي ده انا معايا العرض بتاعه اللي هو 60، معايا الارتفاع بتاعه اللي هو 5، يبقى انا كده معايا الطول والعرض بتاع البليت، يبقى انا كده الشكل اللي عندي كله ما فيهوش اي حاجه هيحصل لها تهشير، ويبقى كده الرسمه خلصت نهائي.